أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ودمتم جميعا برعايته وحفظه. قبل البدء اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لاختياري للمشاركة في المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية بعنوان المرأة العربية والتحديات الثقافية، وهو تشريف أفتخر وأعتز به. كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر على كل المستويات على الجهد المبذول، وأخص بالذكر المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان. ويسعدني الوقوف أمامكم لعرض دراستي في هذا المؤتمر الموقر بعنوان المرأة والتمكين الاقتصادي في مواجهة التمييز الثقافي على مستوى الأجر، نوع العمل، المعاش التقاعدي. تمحورت هذه الدراسة حول موضوع المرأة الفلسطينية وحدود تمكينها الاقتصادي في ظل التمييز التشريعي القانوني والثقافي النوعي على مستوى الأجر، نوع العمل، المعاش، الإجازات إلى آخره. وفي البداية تم شرح مفهوم التمكين الاقتصادي مع تبيان أهميته، ومن ثم البحث حول أسباب ضعف هذا التمكين بالنسبة للمرأة الفلسطينية بسبب السياسات والتشريعات والقوانين المحلية، لا سيما عند مقارنتها بالمعايير الدولية وتحديدا منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. كما تناولت الدراسة أيضا حقوق المرأة الفلسطينية في العمل، وأوضحت أهمية عملها لتنمية ذاتها وأسرتها والمجتمع ككل، وتطرقت للمشاكل القانونية التي تواجه المرأة المتزوجة العاملة، وركزت على حقوق المرأة الفلسطينية في التشريعات، منها القانون الأساسي وقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، وذلك من خلال استعراض أهم النصوص والمواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، مع تبيان نواحي القصور التي وقع فيها المشرع الفلسطيني مقارنة بمواد الشرع الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية. بيّنت الدراسة من ناحية أخرى مدى تأثير الثقافة الموروثة في الحد من مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل، متطرقة للجدل الحاصل في المجتمع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لانخراطها في سوق العمل، وكيف أن ضعف تمكينها في المؤسسات العامة يقابله دعم كبير لها في هذا الميدان بسبب التمويل الخارجي الذي يفرض مشاركتها حتى في مراكز صنع القرار وفي العمل المؤسسات الحكومي. هذا ناهيك طبعا عن الدعم والتمكين الذي تناله المرأة من خلال تنامي القطاع الخاص في فلسطين. وكان من أهم الأهداف البحث تسليط الضوء على أسباب ومظاهر ضعف تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وتأثيراته على التنمية المستدامة، مركزا في شرحه على واقع التشريعات الفلسطينية وتمايزاتها ما بين النص والواقع التي تعيشه المرأة الفلسطينية العاملة في فلسطين. كما سعينا إلى تظهير الصور النمطية لعمل المرأة الذي ينعكس في التشريع كما في قانون العمل، مع توضيح آثاره السلبية، ومع محاولة إيجاد الحلول الواقعية والممكنة لتمكين المرأة الفلسطينية، لا سيما منها الخاصة بإعادة بلورة قانون العمل لضمان حقوقها فيه بالتساوي مع الرجل. والتساؤل الذي تم طرحه في هذه الدراسة هو: هل ما زال الباب مفتوحاً على مستوى التشريع لتمكين المرأة اقتصادياً كي تستطيع من مواجهة التمييز الثقافي الذي يطالها لا سيما على المستويين السياسي والاجتماعي؟ وفي ختام البحث، ورغم التطور الذي تعيشه المجتمعات بشكل عام بما فيه المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته، إلا أن العادات والتقاليد التي تقيد من حرية المرأة وتملي عليها أدوار نمطية معينة ما زالت تحكمه بمباركة من الخطاب الديني العشائري الذي يكون في كثير من الأحيان نابع من مصالح شخصية لا أكثر، ما زاد الأمر حدة قصور بعض القوانين المطبقة في دولة فلسطين في معالجة تحكم الرجل في مصير الأنثى سواء في خياراتها أو قراراتها، إضافة إلى قدم القوانين كقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والأحوال المدنية.
فهي وإن جاءت لتلبية حاجات المرأة ومراعاة الاعتبارات الجسدية والسيكولوجية لها، إلا أن هذه التلبية لم تكن كافية بالحد المطلوب. على سبيل المثال، ربط الإجازات بالأمومة دون تصور وجود إجازة أبوة وحق حرمان الزوج لزوجته من النفقة في حال لم يوافق على عملها كنتيجة لخرقها الطاعة على حد تعبير القانون. عدم تطبيق قانون العمل على الأرض الواقع بشكل كبير، لا من حيث تطبيق النصوص القانونية ولا من العقوبات المفروضة على من يخالف أحكام القانون، مما يطلق العنان لصاحب العمل باستغلال الفئة العمالية بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود جو من عدم الأمان بسبب الاحتلال، وهذا كان له بالغ الأثر على المرأة الفلسطينية وعدم رغبتها في خوض الحياة العملية وعدم شعورها بالأمان للوصول إلى مراكز صنع القرار. من أبرز ما توصلت إليه من توصيات ومقترحات يمكن تلخيصه على النحو الآتي: أولاً، التعديل التشريعي على كافة القوانين السارية والمتعلقة بالمرأة، ولا سيما تعديل بعض أحكام النصوص القانونية الواردة في قانون العمل الفلسطيني. ثانياً، تفعيل دور وزارة العمل الفلسطينية من خلال حملات الرقابة والتفتيش على مواقع العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية، بما يضمن حماية العمال وحقوقهم في الانتساب واللجوء للنقابة والمؤسسات القانونية حال تعرضهم لأي انتهاكات. ثالثاً، بناء قدرات المرأة لعملها جنباً إلى جنب مع الرجل وزيادة تمكينها في عملها. رابعاً، وضع سياسات وبرامج منهجية تساعد على التوفيق بين طبيعة الدور الأسري للمرأة واحتياجات العمل، بما يراعي متطلبات العائلة والأمومة من أجل زيادة مشاركة النساء بشكل فعال في سوق العمل. خامساً وأخيراً، عقد برامج تدريبية وتثقيفية وتعزيز الوعي لدى المرأة العاملة والتركيز على قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والواقع الخاص بالمرأة العاملة وتوضيح القوانين والأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالعمل والعمال والأجور والتقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى إقامة تحالفات مع المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة عمالية عمالة النساء والنهوض بالمساواة والتناصف وتكريس ديمقراطية حقيقية بين الجنسين في العمل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.